صباح الخير البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انتما راه مفركسه على الحاله يا اختي، غادي عند البوليس مفركسه ومالكم بغيتوني نمشي كرفصه؟ اي 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 كنضحكوا شويه انا وولدي ها هو جا معايا. صباح الخير. السلام عليكم، كديري؟ بخير لاباس عليكم، جيسبيغ فوز علي بيان ليما اجوردوي. تقتلني انت والله، راه الحارتي والله الا غزال تمايا. ايوا شتي لهم، شتي لهم اتصالات المغرب. يلا يلا نمشيو، يلا اتصالات المغرب. لا يلا يلا نمشيو تما حدا الحمام شويه. لا لا نمشي في الشارع. عليك الحال صح، سيروا يا البنات ها انتم. يلا سيروا يا البنات. راه مع اختي الكبرى ويري دابا نسبوكم البنات. اشيري شومه 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 ريستورون شيري. جينا للقهوه هنا، حاطين الموتور ماشي بينا ندخلوا للقهوه فهمتي. شوفوا المهم انا كنت اليوم عند البوليس ياك. هذاك الموتور لا اله الا الله، كنت اليوم عند البوليس. السلام عليكم مشاهدين، كدري؟ لاباس بخير؟ اللي نطويتو في صحيحتكم تطيبو بدا شفتو يراه. سر الله يشافي اي، سر الله يشافي اي مريض فيكم ويداوي اي مريض فيكم. امين كما داواني الله، ترى مريض مداويين مداويين الله. السلام عليكم. اش بي علاش بيتي ما تنساوش لايك وابوني. هي هادو ما يتحيدوش. ايه؟ لايك وابوني واش اخا وسبسكرايب. ايوا انت راه واعر. وعلاش تحضر راسك يا سيدتي؟ علاش كتحضر؟ باغي تهضر لك بزاف. ماشي انا قلت لها كون بحال ما عطيني لها زيت تليفون تضرني هنايا راه تضرك تبعها لك الريحه ترتاح فيه. والله يزيد فرحتك اوليدي، الله يزيد فرحتك. امين يا رب. ثاني حاجه هي بنا نجمعوا الطبله. ثالث حاجه هي باش نوضف الدواء. رابع حاجه هي باش تسيق. لا سيقات اوليدي. رابع حاجه هي باش عاود. لا انا اش بغيت ندير؟ اش قلت لك بغيت ندير لك؟ علاش دهنت لك شعرك بالزيوت؟ حاجه بنا نمشيو للطبيب. لا اش بينا نديرو دابا؟ علاش سخنت الماء؟ بتغسلي ليا هاكا كل بيت مدوش مدوش. ايه ندوش ولا نشوف هذا الصبيه. لك كنت انت وهذاك الفار. قلت سلام هذاك تيتخبى. سلام هو تيحشم، انا ما تنحشمش ياك. انا كنت تنحشم، كان تنحشم في الاول، كان ابوك صايح، كان سال ابوك عليا قدرك. لقد صار ابوك مستكبرا. الله اكبر. لا دابا 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 شوف شوف شوف، انا حاسه بك تغيرتي من نور هاد المرضى وليدي. اش تغير فيك؟ تغيروا في عينيا وفمي ودنيا. اش طرا لهم؟ طرا لهم والو، راه ما باقيين لاصقين فيك. لا كاركتيرك طبيعتك هضرتك كلشي تغير فيك، ما لاحظتيهاش انت؟ كنتي ظريف وسكوتي ديك الساعة. ديك الساعة انت باش انا الصباح، ودابا دابا انا بغيت الصباح. انا دابا انا وليت منتين منتين. الله يحضر السلام وصافي. قول امين. امين. الله يشافيك وليدي. امين يا رب العالمين، يا ربي امين اوليدي. دابا المهم انت ملي تبراي ان شاء الله وعدتيني بانك غتبدا دير معايا في اليوتيوب ياك. غادي نديرو فيديوهات مفرقعه. وهادوك الفيديوهات اش بيديرو ليا للقناه؟ ان شاء الله ان شاء الله. بركه عليه من اتاي بركه يا رب. يا الله اعطيهم نصيحه من خلال تجربتك دابا بالنسبه للدراري الصغار. الدراري الصغار السلام عليكم. بعدا هي الاولى
كديري اللباس كديري صحيحتكم والقراية حتى هي اللي شافي اي واحد مريض فيكم. لا بالنسبة للقراية حتى هي تسولهم كديري اللباس كديري اللباس كديري الدراري والبنات كديري مع القراية يا رب يشافيكم يا رب. اما الدراري علاش تضحكي سكتي باقي تيقراو البنات اللي باقي تيقراو سير قبل قرايتكم هي اللي بتنفعكم. اما داكشي كامل داك الخوال الخوي كاملو يرتبوا عشياطه هادشي اللي كاين اوليدي. وبالنسبه اللي تيمشي يلعب مثلا في الشانتي الدراري الصغار عطا اللي جي مشيتي يلعب في الشانتي غضرب لك الكره وغتمشي غتجيبها وغتضرب كما بغيتكم مضرباتنا انا هي ربط لي كره بالمشي نجيبها ضرب فاش الطوموبيل هزاتني ما وقفاتش شي مرات درتي لها هكا بيديك وقفات تسناتك حتى تدوز دابا كون عيد من الشامشي كنا عيدنا في الشامشي بعدا وكان الطوموبيل تزين وكان وقت عين ودينا هكا فين كنتي كنت وسط هذيك ديك الكحله ها هي عارفه الجوا ديك اللعيبه الكحله ولكن فين؟ لا فين في وسط الشانتي ولا في جنب التطوار؟ جنب التطوار. ايوا داكشي اللي قال لي رضا في جنب التطوار ومالك بتحمقني يا سي في الدين. في جنب التطوار ماشي في وسط الشانتي. وسط الشانتي حيتاش البوليسي قال لي ضرباتو في وسط الشانتي. اصلا الطوموبيل دخلت من وسط الشانتي اصلا على هذا البلاصه فين ضرباتني بحال ما هكا ها هي تدور هكا تدور على هي هو كاين الشانتي هكا كيدوز الطوموبيلات مسرحين. اما هذه تدخلوا تيجيو ليسانس وتيعاودو يخرجو فهمت. اما هي دخلات بتعمر ليسانس ماشي دخلات يمكن خرجات خرجات يلا بدخل داخله بسرعه راه عرفت فهمتك داخله ودخله بسرعه جيت لي صاف وهذا الشيء راه ما تقليناش ويا ضربني عليه امو لي صانس قال لينا راه نشهدوا معاكم قال لك راه جاي زاف هو دابا عاد ولا تيعقل مزيان ولا ضرباتني ماشي ضرباتني انا ضربها عادي صافي وليتي تتخربق سي بنتين ماشي هكاك انت ما عقلتي على والو لا تلفنا الله يرحم باك قول الحقيقه انت عافاك هي قولها غادي نحيدك هي قول الحقيقه فين كاينه السلام عليكم هضر قول لنا فين كاينه الحقيقه لاباس بخير خليه هو يهضر سي بنتي كنقاطع ايه كان غادي تيزيري كنسابق الطوموبيل وجيكو كيفاش بيه الزكوره تهزا هزا وحطها زيت كرش وكا وغادي وتهز رجل الطريق ويضرب الطوموبيل في الرجل الاخر بحال مزروح فين دابا تمدك الجنب القاسح في جنب تطوى تطوى الوسطاني الصغير هادشي تنقول انا للبوليسي وما تيتصنتش ليه تيقول لك لا فوسط الشانتي قلت ليه لا الناس كلهم اللي شافوه قالوا لك ضربوا فوق التطوار يعني هذاك غادي بهضرته هو ديالو فوسط الشانتي حيت هذاك التطوار ولتي فرق الشانتي وما اصلا لقاو فوسط الشانتي ما لقاوش فوسط الشانتي حابو ما تضرب من تما هو ما تضربش تما هو دابا هنا وطلع بقى تيتكركب في الهواء وطاح في الشانتي الاخر ماشي تيتكركب هاكا طاير هاكا مسكين شتي بقيتي تتشوف فيه شتو مزال في السماء يا حنا تزكيت وحق الله بعد هذا الطريق هيا طايره
حنا كاع ما شفنا ومصدوم باقي باقي شاعله فينا العافيه والصدمه وهو طار بحال شي ميكا. سبحان الله العلي العظيم. شحال يا وليدي اللي خلاك حي حيت انت ما عاقلش. انا عاقل على راسي. ضربتني طنوبيل فوسط الشرفه. ما ضربتنيش نهائيا في الشانجي. يمكن من تما ضربتني. ولكن لاجي نقول لك واش انت تضربتي ما غاديش تعقل على شي حاجه حيت انت دابا اصلا ما عاقل على حتى شي حاجه. كنتي في الاول تقول ضربني اش موطو. كنتي كتقول موطو يعني هما اللي شافوا الدراري كلهم اللي كانوا معاك شافوا العيالات اللي جالسين في الولايه شافوا مول ليسانس شاف. انت راه ما يمكنش تقول شي هضره اللي خياليه ما كايناش. هما تيقولوا اللي كاين. قالك هزيتي الكره وقطعتي الشانطي ومشيتي للتطوار الصغير وهذاك جاي زاف جاي محك مع التطوار. واش البوليس عبروا على 4 متر وما تحبسليش الفران؟ يعني هو جاي طاير اكون ما طايرش. راه ما طيرش انت ديك الطايره هكا فوق النخل وطيح للشانطي الاخر. ما يمكنش السرعه هي اللي هزاتك وضربات بيك. يا سبحان الله العلي العظيم اللي باقي باك حي وباقي باك قاعد معانا. الحاله فاش كنتي راه ما يمكنش. الحمد لله والشكر لله على كل حاله وليدي. عجبني مصاتي. الحمد لله وليدي الحمد لله على كل حال. كل شيء دابا يهون كل شيء ان شاء الله غادي يداوى. كل شيء الحمد لله والشكر لله على كل حال. حمدك يا ربي وشكرنا فضلك علينا حلا ولا قوتي الا بالله. هاد المشاكل هذا والحمد لله راه كتب لك الله عمر جديد. اللهم لك الحمد بحال تزاديتي من جديد فهمتي. دابا بغينا شي نكيده وبغينا نضحكوا وبغينا ننساو على هادشي. بالكوميت بعدا ليا من الفدوه وبعدا لي وتشجع ابوني لماما. الا وعاودنا شي نكيده اش بينا حنا الهضره. ما الفدوه جاي لله. قلنا شنو كنت الله يرضى عليك. تعالوا لي بدوا والدراري لباس لي تعالوا ماما سيروا بحالكم غنخرج نضرب شي واحد فيكم. دابا عاودنا شنو كنت دابا هذا واحد المش دخلوا عندو ثلاثة كلاب. لا شكون اللي بيخلم لا شكون اللي بيغلب المش ولا ثلاثة كلاب ثلاثة كلاب ولكن هو هبط من الجزيرة تاعو. شيتي بقا شفان شفتهم شفان شاشني شفان يجي صد بحال ما هكا صد صد شيخلاوش الهدور هو تبقى تيهز عليهم وتيقمش فيهم تيقمش ليهم هنايا توا شويه هو صدق غلب. عاودنا تاع السبع عاودنا تاع السبع. انت تدخل وتخرج. هذاك السبع هو وضبع هذاك الضبع مع هذاك السبع. علاش كل اللي بيغلب السبع ولا الضبع؟ نقول لها انتوما سبع ولكن اشنو على سبع فدوى 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 والله دينا الراجل اللي دخل الغابه وتلاقى مع سبع. ولكن اشنو دابا الضعيف هو اللي تياكل القوي قلبات اصلا في هذه الوقت اللي فيها حنايا الضعيف هو اللي تياكل القوي ماشي قوي اللي تياكل الضعيف. وكيتي يجي لها وليدي الاسرار الاسرار بسي نقول لها قدرة الله قدرة الله سبحانه وتعالى. يا وليدي ملي انت ضربتي الشانطي وغلبتي صافي ملي تضربت انا في الشانطي وبقيت حي صافي بغاني الله نعيش صافي. الضعيف تياكل القوي الاخر انت وليدي. انا الاخر فين اللي يخليني الراس مساء النور مساء الخير مساء الرزق والتيسير ان شاء الله عليكم علينا وعلى امتي محمد. يا ربي كي دايرين لاباس عليكم واش تعاودوا؟ والبنات بحرها دخلت قلت بالك نكمل معكم الفيديو اللي بديتو الصباح. انا ولدي مشينا لعند البوليس وصافي مشيت حتى للدار شفت ولدي ودرت ليه شويه الماكله وهكا حيت امي ما كايناش. امي عند خواتاتي
جلسة شوية ترتاح ياكو. والولد بوحده يعني كاينة معاه هي بنتي، هو صافي كنعاونها بيض على الأقل، كنخلي لها ياكلو داك الشيء، وكنخليها هي مقابلة الدري فهمتو. واخا الحمد لله اللهم لك الحمد الولد وقف على رجليه، ولكن راه باقي دوك اليديات ما كيدير بهم حتى شي حاجة. خص لي يوكلو، خص لي يعطيه الدواء، خص لي يديه للطواليت، خص لي يوقف عليه لا يطيح فهمتو. ايوا نتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يتشافى شفاء لا يغادر سقما، ويشافي جميع مرضى المسلمين. المهم البنات انا غادي نعاود لكم علاش مشيت عند البوليس وشنو خديت وفهمتوا، انا نعاود لكم التفاصيل وصافي. المهم انا دابا بعدا حرا دخلت يا البنات، درت نظاظر حيت كنت كنقرا، كنت كنقرا شي حاجه، ودابا الا بغيت نقرا خصني ضروري ندير نظاظر حيت العينين وتقولوا والو. هانتوما راه وصلت للرياض، جيت نديرو بهدا غير هاد الخرقة هكا. الله يحفظ السلامة، أنا كنعرف بزاف معرفتش، ولكن أنا سبحان الله العظيم ملي كيبدا يسخن الحال كنعرق، كنبدا نعرق بزاف زعما كتر من القياس. تقولوا لي راه كاع الناس كيعرقوا، لا أنا كتر من القياس، أنا كتر من القياس بعد بالله ما قلت. أنا عرفتي راه كنبقى هي جالسة والدنيا مبردة وأنا كنعرق سبحان الله. واخا كيقولوا لك بنادم اللي كيعرق راه مزيانة ليه فهمتو، شوف راه حاب تقرع. واخا ما كنتوبش، ما كنتوبش، هرب ليا الصوت وضربني البرد وواحد الحالة من جزت هاد اليامات، ودابا دخلت من الزنقة خصني الما بارد. ايوا واش بغينا نديرو، ما بردش بزاف واخا كتشوفو هاكا ما بردش بزاف. المهم البوليس شتو انا السيد اللي ضرب ليا ولدي، واخا هاد الموضوع ما بقيتش حملت النظر فيه، ولكن انا كما قلت لخواتاتي وخوتي اللي معايا في القناه انا غادي نقول لكم كل شيء، اي حاجه الجديد داكشي اللي طرا بالتفاصيل. المهم كل فيديو راه غادي نبدا نشرح فيه شويه بشويه ان شاء الله. دابا السيد اللي ضرب ولدي مشى دخل عندهم، حيت شاف الولد في هذيك الحاله مشى دخل عندهم قدم راسو، قال لهم بان الولد ضرب خرج الكره وضربو في وسط الشانطي. هذا غير صحيح بالمره، لان الناس اللي تيقولوا، الناس اللي تيقولوا اللي كانوا حاضرين تما قالوا ليك بان الولد هز الطوموبيل الاولى وقفات ليه وهز الكره. السيده كون هي عرفت نمرتها، نمرت الطوموبيل ديالها كون شدوها ليا قسما بالله تنستدعي هادشي، والله القسم وشهاده حق. هذيك السيده وقفات ليه هز الكره وقطع الشانتي ووصل عند التطوار، داك الشانتي الوسطاني وصل عند التطوار يلاه حط رجليه الولد تهز. دابا ملي كنقولوا ليه يقول راه ما كيعرفش شنو كيقول، كيقول ضربني موطور، تيقول شي حوايج اللي ما كاينينش فهمتوا. الولد باقي العقل ديالو بدا ما زاكيش، مخو ما زاكيش. المهم يعني كاع الا بغيت نديه راه ما غاديش ياخذوا ليه الاقوال ديالو بعين الاعتبار، حيت الدري باقي كيخرج ويدخل في الهضره، باقي ما عارفش، معرفش هو اصلا اش ضربو موطور ولا ضربته طوموبيل. المهم ملي مشى داك السيد قال لهم راه خرج الكره وضربته، ما عليناش ما ذكر لا جاي بانه جاي بسرعه فائقه كما قلت لكم في هذاك الفيديو، ما ذكرش الغلط ديالو. نورمالمون في هذاك في هذيك البلاصه بالضبط كاين الماره، كاينين الراجلين، يعني كاين الحيوانات حشاكم، يعني بنادم خصو يمشي بواحد السرعه اللي قليله ماشي هذيك السرعه. الناس قالوا لك حبس عليه بربعة متر وما تحبسش، حيت البوليس اللي عبروا بانه حبس بربعة متر وما تحبساتش الطوموبيل. وهذيك الهزه اللي تهز ولدي من هذاك الطرف حتى للشانتي الاخر راه تاهي وبقى كيدور، قال لك في الهواء كيدور، راه ضربات جا من فوسط النخله، ما بين النخله والنخله هكا، بحال مثلا تقولوا طلع على كوت هذوك النخلات
عاد طاح الارض وهو كيدور، يعني كل ما كانتش السرعه فائقه ما غاديش يتهز ولدي بهذيك الطريقه وتحط في الشانت الاخر. يعني حنا كنهضروا غير على الحق، كنهضروش على شي حاجه اللي المهم. الحمد لله البوليسي نهار فاش مشيت ودفعت الملف، عمرت الملف وديت الاوراق وديت شهاده طبيه فيها 90 يوم يعني 3 شهور، قال لي بانه خصو يجي الولد. الولد بحكم هذاك الشيء اللي عندي انايا في الاوراق انه مهرس من الحوض والمخ ديالو باقي ما صفاش من الدم، ما غاديش يجي الولد، يعني ما غاديش واحد الفترات خصو عادي يتعالج. صافي قال لي صافي غادي ندفعوا الملف وشوفي انت وزهرة تقبل الملف هكا بلا ما يحضر الدري، تبارك الله. ما تقبلش الملف راه غادي نتسناو حتى يبرى الدري وتجيبيه. ونبينا عليه السلام جيت في حالتي جلس، قال لي هو واحد الاسبوع وردوا عليك الخبر. ما داز اسبوع داز اسبوعين ما ردوش عليا الخبر، قلت انا بالك غادي نوض نمشي نشوف. مشيت والحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد قضى الله الغرض. ما غاديش نقول لكم البنات قضى الله الغرض غير هكاك، لان ما كايناش شي حاجه كتقضى غير هكاك. الا ما كانوا عندك وجهيات وكان عندك الناس اللي يوقفوا بجنبك ما تقضى لك حتى شي حاجه. انا الحمد لله وقفوا معايا الناس وما غنقولش، فهمت؟ وقفوا معايا الناس لان هذا الشيء هذا صعيب. هذا الشيء هذا يقدر هذاك السيد يكون داير شي حاجه، داير شي رشوه، واقفين معاه ناس، فهمتوا؟ وحق ولدي انا يضيع. المهم حتى انا جريت جهدي، ما الحمد لله انا شتي هذا الشيء، ما نقدرش نقول لكم انني تندير رشوه، ولكن انا غاديه بالحق وغاديه بالقانون وكنطلع حتى انا نبدا مجهودي نمشي فين ما الحمد لله. واخا هكاك الناس كاينين الناس في الدولة اللي كيشوفوا من حال المسكين وتتقلبي على حقك وكتلقايه معاهم. يعني كاينين الناس تيديروا خدمتهم بصدق وبأمانة مع الله سبحانه وتعالى. انا كنقلب على راسي كنطلع كنبحث حتى كنلقى اللي يوقف معايا، الحمد لله باش ما يضيعش حق ولدي. المهم اللهم لك الحمد. نمرت الملف مشى للمحكمه، نمرت الملف خديتها، وان شاء الله دابا بقى ليا غير نرفع محامي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقني انني ناخذ حق ولدي. انا كنقلب على حق ولدي وتنقسم لكم بالله، وراه اليوم الجمعه وجمعه مباركه عليكم الاخوان والاخوات بيضا. الا كون هذاك السيد جا وقف بجنبي، لان ولدي ما كانش في حاله عاديه، ولدي خسرت عليه فلوس وانا ما في حاليش، وانا هزه اربعه الاولاد اخرين او ثلاثه الاولاد اخرين عاد راسي، يعني اربعه النفوس. عندي 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 ظروف، عندي مشاكل، عندي بزاف تاع الحوايج. واش انا واحله في الزمان وزدتني واحد الحاجه اللي فوق من طاقتي وما جيتيش وما سولتيش وما شفتيش هذاك الولد اللي رميتيه في الشانطي وخليتيه هكاك بدماياتو، ما جيتيش شفتيه كيولا، ما جيتيش شفتيه اش دار به الله. يعني انا ما خص حق ولدي نقلب عليه. وما ضاع حق وراءه مطالب، شي كون جا وكون قال هذاك الولد وكون قال سمحوا لي، وكون قال اش خصك، اش تتشري ليه من دويان، اشنو خصك، اشنو سكانير، هكذا ماشي قليل. هذاك الشيء ماشي قليل، ويجيك على غفله ماشي قليل وماشي ساهل. يعني كون جا بنادم هكا ما غاديش تقدر تدير عليه شي دعوه ولا، وتخلي الله اللي كيخلص كلشي، ولكن لا، خصو يتخلص عند الله وناخذ حقي بدا منه هنا. حيت نفسانيا بعدا انا ما واخا
واخا كنضحك واخا كنفوج على راسي واخا كنخرج واخا كنهضر مع الناس، انا نفسانيا حاسه براسي ماشي حدا. صعيب الحال، صعيب انك بين فرمشة عين تلقاي ولدك معوق، فرمشة عين تلقاي ولدك معوق. الله يحفظه يا ربي ويمشيه يا ربي، مولاي الكريم تشافيه وتشافي كاع وليدات المسلمين، تشافي كاع مرضى المسلمين. صعيب الحال، كاينه ولا ما كايناش؟ صعيب الحال انك تلقاي ولد 14 عام كانت ياكل كانت يشرب كانت يجري، تلقاي يدياتو ما محركينش، ما تيتحركوش، خصك انت توكلي، خصك انت تدي للطواليت، خصك ديري ليه ليكوش، خصك. صعيب الحال. دعت لي قرايتو دابا ما عرفناش اشنو غنديرو دابا في القرايه، ما عرفناش الا بقى الولد هكاك اشنو غيزيد زعما في القرايه. كل ساعه دابا يقول لي بغيت نمشي للمدرسه، كل ساعه تسحبو دابا باقي، اصلا هو تسحبو دابا باقي في رمضان، تيقول لي علاش كتعطيونا ناكل وانا باقي وانا صايم، علاش كتعطوني ناكل وزيدتي بكي ويقول لك علاش كتعطوني ناكل انا صايم خسرتو ليا صيامي. وتصحابو باقي المدرسة كاينة، احنا دابا راه صافي العطلة. ايوا الله يدير شي طويل تاع الخير البنات، هادشي اللي عطى الله، وان شاء الله اي جديد في هادشي اللي بغيت ندخل ليه راسي هاني معكم، كلشي ان شاء الله اللي غادي نبارطاجي معكم. واللي عندها باش تفيدني يعني دابا تقول لي تقولوا حيت اختكم هذا الشيء راه جديد عليها ما عرفاش فيه، وهذا الشيء اللي عطى الله ما سهل على كل شيء وصافي. الله يدير شي طاول تاع الخير لينا ولهذاك السيد والأمة البشر، هذا الشيء راه ما شاء الله وصافي. يلا البنات خليتكم على خير ان شاء الله الى فيديو جديد، وزعموا زعموا معايا شويه عافاكم مسؤوليات الفيديوهات بالبارطاج وباللايكات، تعاونوا مع اختكم في هذه القناه حيت هذا الشيء زعما اللي ولا عندي جديد عليا، ولا عندي مسؤوليه كبر من الاول، يعني خصني نخدم على قناتي وخصني نخدم عليها مزيان. والله يخلف عليكم حتى نتوما، والله يسهل عليكم، والله يبعد عليكم اي حاجه تتخلع في الوقت، يا ربي تبعد عليكم مشاكل، يا ربي تبعد عليكم شي حاجه اللي مخبيه تخلعكم، يا ربي يا ربي يا مولاي الكريم كتب علينا وعليكم مكاتب الخير. يا تلفت بالهضره والله القاش، ايوا لا اله الا محمد رسول الله، نقولوا على خير كيف ما كان الحال. انا كنحل هذه الكاميرا كنفاجي مع خوتي وخواتاتي، ما تجراش مني قلت الصواب، والسلام عليكم الى فيديو جديد.